أبوي عمره ما حكى عن الماضي إلا مرة بواحدة من رحلاته المعهودة من الريف للمدينة. وقف لشخص لقاه على الطريق. أهليه؟ هيك أبوي بيساعد أي غريب. بس هذا ما كان شخص عادي. طلب ينزل عند مخرج 77. طريق ما إله نهاية. قبل ما ينزل حذر أبوي. احذروا الرايات السود، فهم قوم لا يوفون بعهد ولا ميثاق. قال لأبوي خذوا مونة وارحلوا، لقوا مكان آمن وتخبوا فيه، وهم شيء تحصنوا. وهذا اللي عملناه بالضبط. المنذر، هيك أبوي بسميه، لأنه قدر يكشف المستقبل. كلنا سمعنا عن الميليشيات وأصحاب الرايات السود بتقاتلوا على السلطة على مد البصر. كل شي انقلع وانحرق وانترك يتعفن. اللي قدروا ينجوا من الموت بالشوارع ماتوا جوعانين أو بردانين ببيوتهم. ومهما كانت نهايتهم كلهم ماتوا خايفين، بردانين جوعانين وخايفين. وبعد هيك الأمور تدهورت أكتر. واحدة من المجموعات قدرت تلوث مصادر المية كلها. نقطة واحدة كافية لتدمير مناعة الجسم بأكمله. وهون قامت القيامة. مدن بأكملها انمحت من الوجود. الأرض اللي نبعت منها الديانات السماوية اتدمرت، وإحنا اللي نجينا ما ضل عنا إشي نتمسك فيه إلا إيماننا بإنسانيتنا وبأنفسنا. انسى. انت فاهم علي صح؟ فاهم. مشان هيك بقول لك انسى. ابوي مستحيل يخليك تقرب عليها. تعرف ايش؟ انا راح احكي مع ابوك. الرجال الرجال. تفكر ما بعملها؟ ايش مالك؟ ما كنت مركز. عيدها. بابا في عنا ضيوف. كم واحد؟ ما شفت غير واحد بس. اطلع لفوق، جهز سلاحك وأمن لي تغطي. عيب شمال، ولا يهمك، نحن بنهتم بالموضوع. بابا هالمرة خليني أتابع. ما في داعي بابا. مريم ليه عم بتضلك تعاملني هيك؟ انت بتعرف اني انا وبقدر اساعد.
بعرف انك قدها وبعرف انك بتقدري تساعدي، عشان هيك بدي اياكي تضلي هون وتخلي عيونك على الكل. دقتين كل شي تمام، ثلاثة فيهم. من المية. أرجوكم ساعدوني. مش عاجبني الوضع. تعالي. استنى شوي. شو عيب هذا كمين؟ بعرف بس لازم اطلع اجيبها. شايف لا تفتح البوابة. ارجوكم ساعدوني او اقتلوني. لازم افتحها. بابا شو بتسوي؟ اهدى بوك، ما بيخافه، ما عليك الا تحميه. هاي لما نرجع سكر الباب انا بصراحة. يا حد العين، واحد منهم محبوب. أم الصبايا حد العين، راحوا ثلاثة وضلوا اثنين. لو كنت مكانك ولا بتحرك ولا حركة. نزل سلاحك، اعطيني البنت. نزل سلاحك حبيبي. أعطيني البنت. نزل سلاحك. ارميها على الأرض. بضل بإيدي. أنت شو بيسموك؟ مو شغلك. أنت لمين تابع؟ مو شغلك. سموني أبو عيسى، وأنا عبر سبيل، مش تابع لأي حدا. ليش جاي لهون؟ شو بدك؟ بدي مي، بحاجة مي. أعطيك جالون مي. تعطيني البنت. شو أبو عيسى؟ شو الكرم هذا؟ كل هالمي هاي اللي عندك وقالوا هالمي لعمي ما بتوفي. هاي المي مولي لحالي. طب وإذا أعطيتك هدية مع البنت شو بتعطيني؟ هدية شو؟ عندي رصاص قد ما بدك. 900 لي؟ لا، عندي 22. 7.62 عندك؟ لا، بس لحظة،
اللي هي ابو عيسى روق علينا روق. حكينا لك هديه مالك؟ استنى عندي من هاي قد ما بدك، ما بدها اي سلاح، اي وتد، اي مسمار بيمشي فيها تعمل كوارث. ما بتنفعني. اسمع، بعطيك 3 جالونات مي، تعطيني البنت، تاخذ اصحابك وبتروح من هون وما بترجعوا نهائيا. ما بتستأذن حدا. لحظه هذا الحكي بيني وبينك بس. معك حق، الموضوع بيني وبينك وبس. شعيب ارجع. مش عارف اصيب ولا واحد منهم. رجعنا. كيلو من هزو ساحهم ولا بفجر راسك. انت منيح؟ لا تطخ. انا كنت مارق من هون، سمعتكم عم تتقاتلوا وقررت اني اوقف معك. وانت ليش جاي لهون؟ عم بدور على الامان. مر علينا كتير قطع ضرق وناس وسخين، بس بدنا نلاقي ناس ولاد حلال. لحالك؟ قلبين مع غيرها؟ لا لحالنا. تباشي؟ ايبين بجوكا هي مصر مدتنا. اسمح لي روح اخذ السكين تبعي. سلمتي على الجماعة اللي طخوني؟ قلبي ما بتحكي عربي، هي كردية وأنا كرديتي كمان ما كتير، يعني أنا يا دوب هيك بقدر أتفاهم معها شوي. بس قريتها تتشيه بروجباش. روجباش بابا كله تمام. صار لك شيء؟ لو نيشانك ظابط كان قتلت فاعل هالخير. أنا فكرت إنه هو مع المجموعة اللي أعرف شو فكرت. حصل خير. أنا اسمي شعيب وهذا قيس. أنا اسمي موسى. أنت اللي أنقذت أبوي؟ شكراً. تفضل.
الأقل نداوي لك جرحك. عيسى ابني كابتن كورة على فكرة. وهداف المدرسة سنتين ورا بعض. ما شاء الله عليه. الله يرحم أمواتكم. كلنا على هالطريق. لا تخافي مدمهات موسى، هاي بنتي مريم. مرحبا. داود. نعم. بيرسم جرافيك ديزاين، تصميم انيميشن، اشتغلت عليه كمان برنامج تلفزيون. بيرسم زينب، هلال، جانا ضيوف. أنا موسى جولبين. أهلين. أهلين. السرايا واسعة، خذوا راحتكم. شو هو هذا المكان؟ هذا كان مصنع لأجنحة الطيارات. قدي صار لكم هون؟ 318 يوم. خير ان شاء الله. في شيء؟ في حكي بعيونك موسى. لازم يضل معنا موسى. بس عيسى، هدول الجماعة نحن يا دوب متعرفين عليهم، وموسى ما بنعرف خيره من شره. بس الزلمة انقذ حياتك، بدك تعرف أكثر من هيك. لازم ندير بالنا وننتبه، الدنيا تغيرت. ديرت البال ما حمت أمي من إنها تمرض من المي. وأنا شو كان طالع بإيدي ساوي ما سويت؟ لازمنا خطة أحسن من إنه ندير بالنا. هيك وصلنا المنذر، وأنا متوكل على الله. أنت متوكل على الله بس ما بتعمل حساب لبكرة. لازم نتحكم بمصيرنا، ما نرمي حالنا للهلاك ونقول هذا قدرنا. بكفي بابا، لازم تعرف إنه خلاص. Do you speak English? تفهم بس كردي. انت عملت معي معروفة كتير كبير وانا مقدر لك اياها، بس ما رح اقدر استضيفك عندي اكتر من يومين هلا، الا اذا كنت مضطر وما عندك مكان تروح عليه. في شروط.
يعني في مهمات بدي اطلبها منك وبدك تنفذها. طيب مو الاصول انه تخلينا نرتاح شوي وناكل لقمتين وبعدين نحن نقرر شو بدنا نساوي؟ ممكن؟ كيف تعرفتوا على بعض؟ جولبين لقيتها بحي مهجور، قالت لي انه متخباية هنيك هي من وقت اللي مات جوزها، او بالاحرى من وقت اللي انقتل. من وقتها لهلا انا وياها سوا، نفذنا بأعجوبة. وهيك كيف انقتل؟ تقطع. شقفة ورا شقفة. شلخوا أطرافه عن جسمه. مجموعة منصبين حالهم كجيش. قالوا له إنك مالك من المختارون ليعيشوا. جولبين قدرت تنفد من المجزرة. أنا لقيتها بعد فترة قصيرة. بعتبرها وصمة جمال على وجهي. بنفع الترجم؟ كنت معلمة. ولما صارت الأحداث علقت في المدرسة مع الطلاب والمعلمات. ولما فات قائد الكتيبة وبدي يسحب واحدة من المعلمات هجمت عليه وضربته. بعدها فاتوا ثلاث جنود وتصبوني وداروا على وجهي مية نار ونفدت. إذا كان ثمن النجاة هو هاي الندبة على وجهي فأنا مستعدة أدفعها مئة مرة. أنا مخرج مسرحي. كنت في الزمن القديم كنت بالعادة أوصي طلابي وممثليني أنهم يتسلحوا بالحب ليقدروا يجسدوا القوة على خشبة المسرح. اليوم بتمنى لو واحد من طلابي موجود معنا هون ليتعرف على رايا، يتعرف على نموذج حي لإنسان كان مسلح بس بالحب، واجه كل هذا القبح والكراهية والهمجية اللي برا. حبيتها وحبتني، وبعد جهود دبلوماسية حثيثة طلبنا من أخونا وصديقنا شعيب، جوزنا قدام الله والشهود. يا الريح يا روح لو تعلمين، يا الريح يا روح لا تسلين.
ما الحلم يا رو كوني كوني كما أنت أنت وكوني كما بابا في شيء مو طبيعي. شو؟ قلبين بتخاف منه لهذا موسى. شو اللي حسسك بهالشيء؟ مبين عليها طول الوقت مرتبكه ونازعه منه، وبعدين هو بالمره مش مريح. من اول ما شفته ما ارتحت له، تطليعاته ونظراته. هذا البني ادم انقذ ابونا. حتى لو لازم ندير بالنا. لازم نستضيفه عنا. انت بتعرفه لهذا البني ادم اصلا؟ وبدنا نقوم معاه بالواجب. قمنا معاه بالواجب وزياده، انا عم بحكي له. موسى معه من هون لبكرة يقرر إذا بده يبقى ولا يمشي. وإذا هي بدها تضل بس خايفة تحكي. ناموا هلا. ومن هون لبكرة ربكم بيفرجها. تصبح على خير. وأنت من أهله. وأنت من أهله. ممكن أعرف ليه هالقد مأمن له؟ ممكن أعرف ليش مفكرة حالك فاهمة كل شيء؟ على أساس أنت اللي بتعرف كل شيء. تخلف. سبي علي كمان مرة وأنا بحكي لبابا إنك بتحبي داود. عن جد؟ شو ولاد صغار إحنا؟ أنت اللي سبيتي بالأول. بعدين أنت بتعرف إنه أنا مستحيل أحكي لبابا. إن شاء الله عجبك الأكل. ممتاز كان. ذكرني بأيام العز. أنت بترتاح أكثر إذا سكينتك ضلت معك. شيء أزعجتك بشيء؟ لا يعني، بس مثل مالك شايف نحن متعودين لما ندخل على هذا المكان كل واحد منا يحط سلاحه بالخزانة ونقفل عليه بالمفتاح يلي أنا الوحيد اللي معي نسخة منه. حتى أنا مثل مالك شايف. وأنا اللي بصير على الكل بصير علي أنا كمان. لا لا، أنت عم تختبرني. أبداً لا عم تختبرني،
لأنك ما بتعرفني. شعيب أنا وهي السكينة أصحاب كتير من زمان، عشرة عمر. فشو رأيك يا قائدنا العظيم أنك تثق فيني وتخلي السكين معي أحسن ما أنا أثق فيك وتقوم تذبحني بالليل أنا وجولبين؟ لو ناوي يذبحك أنت وجولبين ما كنت حبيت بطنكم أكل. بلكي بدك تسمن الخروف قبل ما تذبحه، مو هيك بيعملوا بالعادة؟ لا مو هيك بيعملوا بالعادة، والقصة أبداً مو مثل ما لك فهمانة. بس أنت هيك خليتها تصير. اسمع موسى، من هون لتقرر إذا رح تبقى ولا تمشي. أنت ضيف، والضيف المفروض يحترم شروط المكان اللي قاعد فيه. هاي سكينتك بتحطها مع سلاحنا كله بالخزانة، هذا آخر كلام عندي. لك عم بتمنيك عليك يا زلمة، شو بك عم تلقى مزح؟ هاي السكين أغلى شيء على قلبي. نفرق بين القوي والضعيف، بين المختارين والخايبين. قيصر نا نا اترك اترك توشي وكيدن تبهش رباندن. بابا خليك معي، خليك معي، هيني معك، 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 شو؟ لا 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 بابا هذا اللي كنت بدك إياه؟ كله منك داود. بعد عيسى عيسى شعوش عيسى وينك؟ وينك؟ عيسى وينك؟ يلا ما تفهم لكي أوجو هاي لهب يا ويني وبعور يا تبعي أبعدي أبعدي يا شو؟ مالك؟ مالكم؟ شو فيه؟ نسيتوا مين اللي مات؟ مين اللي عميكم؟ وينكم؟ وينكم؟ ما رح تروح ولا مكان. بدي أقتله. مش الليلة. بدي أقتله. مش الليلة. منين شوف بابا؟
تخافين؟ شكله اختفى. ما بدك تنامين؟ أنا منيحة. خليك. شو رح نعمل؟ ما بعرف شو كنا بنعمل اصلا. ابوي يوفر لنا الامان، بس ما كان بيعمل حساب لبكره. فكرك هرب؟ موسى؟ ما بعرف. ما كان قصدي اللي قلته امبارح. حامش عليك. أنت رجل طيب عيسى. لو سمعك أبوي كان ضحك. بلا مسخرة، الدنيا قامت وقعدت أبوك بيحكي إنك كابتن الفريق. كان ضحك على كلمة رجل. عمره ما كان شيء من هيك. بس أنت قايم شغل رجال. هذول اللي معنا واثقين فيك وبأختك وأنا كمان. أنا عايش بسبب أبوك. أنا رح أكون إيدك اليمين. الله يرحمه. الله يرحمه. فاهم وان بوشان؟ شو؟ أف نغسلهم بعدين. شو هي؟
شو فيه؟ شو صار بالمي؟ شو قصدك؟ كلنا خلا. المي مقطوع. لازم نطلع على الخزان. طيب أنا جاي معك. لا. لا ما رح أتركك تروح لحالك ليسا. داود قيس تعال. شو صار؟ لازم نطلع الخزان. استنى قيس خليك. أنا باجي. طيب. عيسى. ما بنفع. لازم واحد منا يضل هون. ماشي. أنت لسه زعلان مني؟ تنسيش بسكر الباب وراي. دقتين كل شيء تمام. ثلاث دقات فيهم. ما تخاف. مش قصة. ما بتفرق. وفر طاقتك. خليك جاهز. عيسى استنى. أنا بطلع. مش ضروري. ضروري. أبوك قال كل واحد فينا عنده مهمة. وهي مهمتي. بس بدكم تساعدوني يا شباب. إدريس دير بالك. Come on.
تصلبتوا. لازم نوقف الدم. هذا كان قصده؟ هيك بيفرق القوى عن الضعيف؟ شو هالاختبارات هاي؟ شو اللي بيعملوا فينا؟ الاختبارات ولا شحار، هذا اسمه مجزر. ما رح يزبط هيك، هات حزامك. مي، مش مي. شو رح نسوي لو رجع؟ وين فكر حالك رايح؟ ها؟ ايش اللي مخبيته ولا؟ ايش اللي مخبيته؟ اخلص! كلكم اخلص! اللي بمد ايده على الثاني بنصرف بطلع برا، مفهوم؟ على ايش شدد على حالك انها تبقى؟ لحد ما تثبت لنا انها ما بتستاهل. عيسى! مش وقته! شو هالمسخرة هاي؟ اسمع، نزيف ما رح يوقف. قوم ولع النار بسرعة! اهدى اهدى بلال، تعال ساعدنا. اهدى هنا معك. صبتوا مني. عيسى 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 داود داود سمعني. عيسى لا تخليه يشوف. خليك خلي عينيك علي فوق الركبة. اسمع مني، امسكوا مني. جمال يا حقير، خلي مي لداود. أنا بعرف إنك بدكيش تسمع هذا الحكي، بس أجل الوقت اللي نطلع من هون. هو بوضعه هاد مش رح نقدر نخطو معنا، لأنه عم بيخسر دم بسرعة كبيرة، فالعايش أولى بالمي من الميت. مين قال لك إنك رح تعيش؟ عم بتهدديني. ليش مين راح تضلوا عايش؟ عم بقول إنك أناني. بالضبط، هي الأنانية اللي بتنشي هاي الأيامات. أما لو عاطف الأكل الفاضي تبعك هذا مش راح يخلينا نصمد أسبوع واحد بلا مي. أنا شو حكيت جمال؟ هي ضربتني من الأول. ولا بتشوف اللي بدك تشوفه بس. انا سمعت كل شيء. او شو يعني؟ مين اللي نصبك زعيم علينا؟
اطلع برا. شو شايف صار تقمر وتنهي؟ ما لك مكان معنا هون. احنا هون بنحمي بعض، بندافع عن بعض. اللي بده يكون انا اللي بطلع برا لحاله. بدي فكر حالك رح تصمد يوم واحد من غير مشوره تبعتي؟ ها؟ اطلع برا. واذا بديش اطلع شو بدك تساوي يعني؟ اطلع برا. احنا بطلنا تحت امرك يا كابتن. من المنطق اصلا انكم تسمع واحد مثلي انا، مش ولد الصغير اللي بعده مش طالع من الكشوف البيضاء. اول اشي رح نعمله منطلع هاي الشرموطه برا. اطلع برا، اسحب تلمسها برا. اوعك تتحرك هيثم، انا بعمل كل هذا عشاننا كلنا. انت مش زعيم وعمرك ما رح تكون زعيم، وانت بتعرف هذا الاشي. وانت شو بتعرف؟ انت بتعرف انه ابوك كان يستشيرني بكل كبير وصغيري. انتوا كلياتكم بتعرفوا انه انا كنت الكل في الكل هون. الزعيم بيحمي افراد مجموعته. تقدر تحمينا جمال؟ يا سلام، وانت قدرت تحمي حالك؟ قدرت تحمي ابوك من الموت؟ وين كنت متخبي لما شعيب انذبح قدام عينيك؟ ها؟ مين اللي خلاني يفوت هون عنا؟ مش حضرتك اصرت انه يفوتوا؟ انت ناسي كيف اجيت هون؟ اه؟ مين اللي ترك مرته واولاده ينحرقوا؟ عيسى اسكت. وهرب مع كتبه. مين؟ اه؟ كمان خطوه بفجر فرد في راسك. انت مش زعيم، عمرك ما كنت زعيم، وابوي كان عارف. ليش عم تطلعوا فيي هيك؟ رح تخلوا هذا الولد يتحكم فينا؟ ليش يعني هاي اساس؟ عشان هو ابن شعيب؟ انا اصلا كنت عارف انه ما فيش فيه رصاص، انا بس كنت بدي اخوفه. عيسى احنا رح نضل معك. تخافش علينا يا جمال، بس دبر حالك. بعدين ضل سبعة. شو قصدك؟ بلعت الطعم وصراحة يتصيدكوا واحد واحد زي الفران. راح تشوفوا وراح تطلعوا من الجحر هذا وتدوروا على مي اليوم قبل بكرة. راح نتلاقى قريب قريب جدا.
بالك اللي عملناه صح؟ شكله خطه موتها زبطت. يلا مريم، جمال صح، ما بنقدر نضل هون من غير مي. داود، صعب ناخده معنا. طيب شو رح نعمل؟ لازم نخطط. بدنا نطلع ندور على مي، بس أنا متأكد إنه هذا اللي بده إياه موسى، عشان هيك لازم نكون جاهزين. إذا بده يحارب بنفرجيه كيف نحارب. اللي عم نعمله صح، ما عندنا خيار تاني. جاهز؟ جاهز. عيسى، أنا جاي معكم. شو؟ ما في داعي. في داعي كتير. مريم، رح نموت من النعس، ممكن حتى يستلم الحراسة بدالنا فوق. ما بقدر أترك داود. عز؟ منثق فيها؟ وثقنا وخلصنا. أص، يلا Thank you.
المطر الباب مفتوح. صارلك شيء؟ كوني كما الحلم يا روح. جمال هون. كوني كما أنت أنت. يا الريح يا روح. لو تعلم. يا الريح يا روح. شوفي في مكان تطلع منه. Oh.
المحكمين. ليش نتركه هون؟ ليش ما قتلوا طيب؟ عشان محتاجه. محتاجه لشو؟ طعم؟ طعم مشان ندخل هون؟ فيش غير طريقة واحدة اللي نعرف. جمال شو صار؟ قاعد عسانة. أنا سمعت صوت. اهدى جمال. يا الله شو هاد؟ رايا جيب شريطة بسرعة. جمال اهدى من شان الله. اهدى جمال اهدى. عيسى صعب نخطو معنا، إذا طلعنا في برا إحنا انتهينا. ما بنقدر نتركه هيك. ثبتوا شو بتساوي؟ شو بتساوي؟ سامحني جمال. حبيبي
بدي ماي. ما عنا. مريم إجا دوري. قلبي خليك معه ورايح أنت الوحيد اللي بتقدر تنقذها يا عيسى شو بدك مني؟ بدي إياك تنسى الدنيا القديمة القوانين اللي حطوها مجموعة من البشر ليقودوا ملايين بأدفع وأبشع الطرق إياك تشوف الفوضى ما بتستاهل تحكي باسم البشرية طلع حواليك دنيتنا هاي كان عايش كتير ناس ما لهم أي فائدة ناس عقيمين بلا أي لزوم مهمتي أنا أساعدك تشوف الخيار صار بإيدك مين منكم رح يعيش؟ اختار Thank you.
صرت حر هلا يا عيسى. هي هي النهاية والبداية. جمال قبل ما أصل لوسانا حكالي إنه هذا المسدس فاضي. شو اللي عرفك إنها ما كانت كذبة؟ وين قيس؟ كان جندي شاطر بس مهمته خلصت. ذكي بس مش قائد، بلزمناش تبعين. تستاهل إنك تعيش أكثر من أي حد. مفروض موسى يخرب وأنا أراقب من المصلح، من القائد، واللي بيسيطر على الوضع بنضم لنا. على فكرة مش كتار اللي نجحوا، بس أملي فيك كان كبير وما خيبت ظني. نجحت بالاختبار بعد ما قتل أهلي. لأنهم كانوا ضعاف، بس هلأ أنت الخيار بإيدك. بس أتركك يا بتقتلني يا بتلحقني. رح نجتمع كلنا بالمدينة، تعال تعرف على الباقيين، بلكي صلحنا الدنيا مع بعض. انتي بأمان هلأ، مهمتي ما خلصت، لازم أروح. رح نستناك، البداية رح تكون هناك.
كانوا منهم، أليس كذلك؟ من هم؟ يا ألف، شو قصدك؟ الألف والياء، الأول والأخير، البداية والنهاية. ياء، ألف، النهاية ثم البداية. هذا كان اسمنا وكان شعارنا. أنت واحد منهم؟ كنت أؤمن بأفكارهم. ليش بفكروا؟ وليش هيك بعمل؟ لأنهم يعتقدون أن النهاية حتمية، أن الناس سوف تأكل بعضها، وأن البشرية ستمحى من الوجود. كان هدفهم، أعني هدفنا، أن ننتشل الناجين من الدمار والخراب ونعيد بناء مجتمعنا. بس أنت تركتهم؟ كنت مقتنع أن عملنا شيء نبيل. بحثنا عن الذين إيمانهم قوي وأخلاقهم عالية، الذين يحافظون على إنسانيتهم دون الحاجة لقوانين ولا حكومات. وكلما انتشرت الفوضى تغيرت الموازين وتغيرت الأشياء التي بحثنا عنها. قررت أن أتركهم عندما سمعت لأول مرة كلمة المختارون. أبوك كان طيب، لقد حذرته لكنه أصر أن يعود لكم لحمايتكم.
أبوي كان مآمن إنه المنذر عنده كل الأجوبة، بس كان غلطان. ألف ويا، هاي هي قصتكم. رح ألاقيكم في المدينة، يمكن النهاية تكون على إيدكم، بس البداية نشوف لمين رحت.